ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. انا اميره جهري ودي قناتي قناه حكايات برنسس. الحقيقه ان النهارده او بمعنى اصح امبارح لاحظنا حاجه كلنا على اليوتيوب او كيوتيوبر، يعني كل اليوتيوبر العربي شاف حاجه غريبه كده على اليوتيوب ابتداء من امبارح. والحقيقه ان هي عن يوتيوبر روسي عايش في روسيا، عمره 30 سنة وهو يوتيوبر شهير جدا اسمه استنانسيلاف رشتينانكوف. الحقيقة اسمه غريب يعني، ما علينا. عايش في بيت لوحده هو وصديقته اللي تبلغ من العمر 28 سنة، هو عنده 30 سنة وهي عندها 28 سنة، وصديقته دي اسمها فالنتينا جورجاروف او جرجعوفة، يعني فالنتينا. المهم ما علينا، المهم ان الاخ اليوتيوبر الشهير كان فاتح بث مباشر مع اصحابه او مع متابعينه على اليوتيوب. والحقيقة ان من خلال البث المباشر كل متابعينه عارفين ان هو عايش مع صديقته، ان صديقته حامل في شهرها الاولى اللي عايشة معاه في البيت، وهما بيبثوا اخبارهم وبيبثوا مقتطفات عن حياتهم مع بعض في البيت من خلال القناة بتاعته. وبما انه يوتيوبر شهير وليه متابعين من كل انحاء العالم، هو روسي طبعا، فاحد متابعينه دخل وتحداه قدام بقية المتابعين من خلال البث المباشر وقال له ان انت تعذبها، هم عارفين انها حامل في شهرها الاولى، فطلب منه انه يعذبها في مقابل $1,000 أمريكي هيبعتهم له المتابع ده اذا هو قام بتعذيب صديقته اللي عايشة معاه في البيت. وبالتالي الاخ طلب منها ان هي تخلع ملابسها وتخليها بالملابس الداخلية فقط. طبعا كلنا عارفين ان روسيا في الوقت ده برد جدا ودرجة الحرارة فيها تحت الصفر حاليا اليومين دول يعني. فطلب منها انها تخلع ملابسها ودخلها البلكونة وقفل عليها باب البلكونة. وطبعا قعدت تستجدي قدام متابعينه وهو فاتح بث مباشر وكل متابعينه بما فيهم المتابع المجنون رسمي اللي طلب منه انه يعذبها في مقابل مبلغ مالي $1,000 أمريكي. وطبعا هي قعدت تستنجد بيه وتستجديه ان هو يفتح لها الباب ويدخلها. فكان فتح بث مباشر وقاعد بيكلم متابعينه في البث وسايبها عادي خالص قدام المتابعين بتستجديه في البرد، لحد ما انخفضت درجة حرارة جسمها ووقعت في البلكونة. فقام يجري فتح لها البلكونة وحاول انه يفوقها ولكن ما فقتش، فاتصل بالإسعاف. كل ده لمدة ساعتين متواصلين وهو فاتح البث المباشر ومتابعينه شايفينه. فاتصل بالاسعاف من تليفونه وطلب الاسعاف انه يجي بسرعه، وجم الاسعاف وكل ده والمتابعين قاعدين بيتابعوه. جت الاسعاف ودخلوا، والحقيقه بعد ما كشفوا عليها صرحوا له بانها ماتت نتيجه عن انخفاض حاد في درجه حراره جسمها. فاليوتيوبر طبعا كان بيحاول ان هو يفوقها او ينقذها في الفتره ما بين انها وقعت وما بين ان طلب الاسعاف على حد الاسعاف ما تيجي، ما كانتش بتفوق، فكان متخيل ان هي مجرد مغمى عليها يعني وهتفوق. لكن لما جم وقالوا له ان هي ماتت وشالتها سياره الاسعاف، والاخ اليوتيوبر الشهير طلبوا له البوليس وجي اخده. كل ده والمتابعين بتوعه بيتابعوه على البث المباشر. يعني انا الحقيقة مش عارفة، هما اليوتيوبر في جميع انحاء العالم بما فيها في الدول العربية ممكن يعملوا حاجات مجنونة، ممكن يعملوا حاجات فيها رعب، حاجات فيها يعني تحس بالتخلف كده شوية، لكن ان حد يعذب واحدة حامل في شهرها الاولى بانه يقلعها وتبقى بملابسها الداخليه ويدخلها البلكونه في درجه حراره تحت الصفر لحد ما يجي لها انخفاض في درجه حراره جسمها وتموت في بث مباشر قدام متابعينه، في مقابل انه ياخد
مبلغ مالي من احد متابعينه، يعني انا مش عارفه استفاد ايه انه دخل السجن، والمتابع اللي طلب منه الطلب ده مقابل المبلغ المالي، يعني استفاد ايه؟ ان بني ادم ماتت وهو كان السبب في ده، طبعا هو والتاني، يعني هو يعتبر محرض. وحتى لو ما كانتش ماتت، يعني هيستفيد ايه انه يشوف واحد بيعذب واحده في مقابل ان يديله مبلغ مالي؟ يعني الناس دي بتبقى مجنونه بالعنف وعندها هوس العنف، ودي الحقيقه الناس اللي بتدخل الديب ويب او الدارك ويب وبيحضروا جلسات العنف اللي بتبقى في بث مباشر برضو في مقابل مبالغ ماليه كبيره جدا هم بيدفعوها، و يعني وعشان يشوفوا اطفال او يشوفوا ناس كبيره او يشوفوا حيوانات بتتعذب. فيعني انا مش عارفه هو كبني ادم عنده 30 سنه وعاقل والمفروض انه يوتيوبر مشهور وليه متابعين كتير بالملايين بيتابعوه، يعني كسب ايه في انه يعذب صديقته لحد ما يموتها بالطريقه دي قدام الناس؟ ويعني ازاي ما فيش حد من متابعينه تدخل وقال له ان اللي انت بتعمله ده جنان، او ان اللي انت بتعمله ده ممكن يتسبب في انها تتوفى؟ يعني الحقيقه انا مش عارفة، بس يعني هي دي نتيجة الطمع، نتيجة ان مش بس حد طمعان في انه ياخد مبلغ مالي من حد، ولكن طمعان في انه يمد البث المباشر بتاعه وان متابعينه يدخلوا ويتابعوه باعداد اكتر واكتر عشان يشوفوا هو بيعذبها ازاي ويشوفوا نتيجة اللي بيعمله. اكيد كان ساعتها في دماغه ان هو كل ما يعذبها اكتر المتابعين هيدخلوا ويتابعوه بلهفة اكتر وهيبقوا عايزين يتفرجوا على الفيديو اكتر بعد كده، وهي دي النتيجة انه بني ادم ماتت وهو اكيد هيتعاقب وهيخش السجن وخسر مستقبله. الحقيقة يعني انا ما عنديش تعليق على الموضوع، ولكن انا بس حبيت اقول ان الطمع بيودي صاحبه في 60 داهية. الحقيقة يعني ان انسان يطمع لدرجة انه يتسبب في موت انسان تاني عشان يلموا مشاهدات او يلموا متابعين او ياخد فلوس من احد متابعينه او ياخد فلوس من اليوتيوب فيتسبب في موت واحدة تانية ويودي نفسه في داهية، يعني الحقيقة ان كانت حادثة غريبة جدا. وانا الحقيقة مش عارفة يعني ده ممكن يتحكم عليه بايه بناء على القانون الروسي، ف اللي انا الحقيقه احنا كلنا ما نعرفوش يعني. ولكن الشرطه وجهت له تهمه الاكل عمدا، والحقيقه ان هو دلوقتي محبوس وهيتحل المحكمه. ربنا يستر علينا بصراحه يعني. ارجو ان الفيديو يكون عجبكم وان انتم تعملوا له لايك وشير، واللي مش مشترك معانا في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. ميرسي ليكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.